اليوم في مارشي ريانا تبارك الله نشوفوا في انواع في اللحم كل موجود انواع واشكال. قل لي ساعه فما اقبال ولا لا؟ ناقص الاقبال من الغلاء. الاقبال ناقص من الغلاء. فماش بيوع يعني؟ فماش بيوع. تشوف المارشي الفيترينات تبارك الله مزينه فيهم كل شيء. كلها معمره. تشوف المارشي، المارشي البرا. المارشي ريانا البرا. توصل الخضارة مسكرين، راجعوا سبت واحد جمعة كاملة مسكرين الخضار. علاش؟ المارشي البرا مش في المارشي، فماش عباد، العباد كل الناس اللي قاعدة تنصب البرا معناها. البر اللي تصابوا للبر. العباد كلها غادي. ما فماش حل في الحكاية هذيك؟ ثم مارشي حضروه مازلنا نستناو باش يهزوهم ما هزوهمش. كل شر الشر هذا الشر الشر هذا باش يقدوه. انتي مأثرين عليكم يعني؟ مأثرين علينا تعبين. انت وحدك تشوف السوق شطر الحوان في مارشي ريانا سكرت. صحيح ما عادش خالد. شوف فوضى كبيرة لبرا نظموهم. خد تخدم الناس الكل. هما يسترزقوا ونحن نسترزقوا. ياك تقاسم حد واحد. يعني الناس تقديم البرا وتروح. مش تقديم البرا ما تنجمش تدخل المارشي مسكرين البيبان. ينصبوا في الباب نتاع المارشي. ما تنجمش حتى لصقيق ما تنجمش تعد. اما اللي حاجته باش يدخل يدخل. نجم يدخل اما كاين كل شيء لبرا وموفر معناها تو كيما لبرا كيما لداخل تولي له من غاديك اسهل. حتى بكهربته حتى بعيده شويه يقدر يفصح ما نجمش يدخل مارشي. يتنظموا يدخلوهم معنا لهنا. يرصفوهم ونخدموا الناس الكل. مارشي تبارك الله واسع المارشي. فهمتني؟ كلها تسترزق. تتنظم البلاد تولي كرهها بتمشي وتجي وكل شيء يدار يرجع كيما كان. سهل الحركه يعني قصدك. ما كانتش هكا ريانا. رينا كانت منظمه كانت الله حق تجي تشيخ على ريانا تجي تعمل تعمل جو تو هاك تشوفها رينا كيفاش وليت على صغيرك ما تعديش مش بالكره وينهم نوم برش برشا نوم بلديه بالطبيعه بلديه والحاكم والناس الكل قلنا نتعاونوا باش تعيش الناس الكل مشيتوا البلديه وصلتوا صوتكم قلتوا قلنا شكينا شكينا برشا مرات يقولوا هاو انتخابات هاو من على شنو هاو عملنا مرشي هاو عملنا كذا مرشي حاضر تو عنده جي اربع شهور ولا خمسه شهور تو ظهروا لهم قالوا لا الزيكواد غالطي بعد ما فيه المارشي طلعوا زيكواد غالتي يعطي اللي يخدمهم المقاول ولا شنو شنو هذا محارب باش ماكل الدواء نورمالمون عنده بلون مروان بيع مهندسين وتشوف المهندسين الدوخي انت لي زيكو كلهم لا زيكو غالط معناها استنوا خمس سنين اخرين باش نبدلوا الزيكو وين مهزينها وين ماشيين وين ماشيين مشات تونس راهي سي الناس نحب نعيش ونحب نخلص ماي نخلص ضوء يقري ولادي منين مش على روحي نحكي على الكل على الكل تونس الكل وان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا وكاو توا المرسي يغسل لهنا الرسمه هذيك كلها نصب يدخلوهم لهنا ينظموا يهزوا غاديك ويجيبوا لهنا ويخلي الناس كلها تخدم تسترزق نرجع نحكي شويه على سوام اللحم ايه ايش عندك لسوام؟ عندي الهبره 34 دينار و800 عندي العلوس 36 و800 المفروم ب 28 دينار المرقاس ب 22 مركز سبيسيال 28 و 800 غالي الاسوام لهنا اسوام غاليه غاليه ما دام تشري في العلوش ب 35 تسمى بالخساره لو 36 800 نورمالمون لو 40 مشتري اللحم غالي اليوم اللحم يخدم 23 وب 24 البقت اش من كم خلطه 5 دينارات كانت ب 2000 ب 15 دينار 15 من الغلاء من الغلاء صدرة نورمال توا انا شاري اللحم ب 24 دينار نورمال صدرة نحط لها 24 دينار مش 21 و 800 نطيح فيها باش تتبيع 26 و 800 البسكوت كتلات نطيحين في حاجات هذوما كانوا حاجات في البقري ولا في العلوش يتباعوا بارخص الاسوام وفيهم حتى اللي يتلوح معناها ارخص الاسوام من الغلاء ما عندناش بقري ما عندناش علوش الاقبال هنا اكثر من الغادي اكثر من الحم وال حاجه تبع الرخص حاجه طبيعيه يقول لك ناخذ كيلو ساقين علوش ب 12 دينار نعمل شوربه نعمل لوبيا نعمل كل شيء لوبيا مدفونه ملوخيه طيب اللي تحب انت شربة شيء بالساقين ما تكلفش رخيصه وانفع خير ما تجيش ولا ليه؟ ها؟ هرق ب 13800 ساقين وجلده وعبي واحد تحب ساقين علوش بالحاره بالرطل راس علوش حتى بال 100 جرام نبيعو. علاش الاسوام تزيد من اسبوع لاسبوع؟ علاش قاعده تزيد قاعده كيما هي الاسوام. مثلا شو تزيد دينار ولا تنقص دينار ما فيش حاجه كبيره. اما المشكله في اللحم تو. اللحم ما فماش. يلزم يجيبوا اللحم لامبورتاسيون، يجيبوا اللحم بلاد غرقد. الحابي فارغه.
رحبة فارغة توها بالرحبة ما فماش بقر. نجمو ننتجو بقر معناها؟ يجيبوا الحي يربوا عاودوا من الأول جديد، من يجي يربي ما فماش علفة. ما فماش علفة، ما يقعدش يخلط. خذ 15000. احنا ببلي قناع صورنا أكثر من مرة فلاح على جزارة يوجهوا في نداء استغاثة لوزارة الفلاحة ويظهر لي ما فما حد يتحرك. مانيش فاهم حد شيء، أنا نعرف واحد صاحبي عنده جي 180 بقرة، كل شهر يبيع بقرة باش يعلف البقرات الأخرين. اللي دوري له تو هذا عام ما عادش تلقي حتى بقر، يقعد الدجاج يسرح في البول. ومنين بعد باش تلقى الحليب واش تلقى اللحم واش تلقى كذا؟ يلزم يتحرك الحاك. يدعمها العلف. تتكلف غالي عاونه الفلاح. باش يعطينا اللحم ويعطينا الحليب وهو يعيش ونحن نعيش. ولا غلط؟ اليوم المسؤولين مثلا قايمين بدورهم فيما يخص الفلاحة. مش الكل. كلام هكا وما فما شيء، ما ريت شيء. سوف 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 لا سوف لا فما شيء. المواطن يستغيث، الفلاح يستغيث. يستغيث. يا اخي نحن عايشة راهو كيفكم، نحن نعيش كي نخدم ننتج ناكل الخبز، ما نخدمش قاعد نعمل. حط لي اللحم ب 40000 شكون يشري من عندي اللحم ب 40000؟ أنت قادرة تشري جيكو علوش ب 130000 و 140000. باش تايبي كسكسي، جات أختك وخوك باش تايبي كسكسي، يلزمك فخذ علوش. فخذ علوش ب 140 دينار. زيدوا منه من غاديك وشوية غالة من هنا 200000. تمشوا للوتيل يجيكم أرخص. صحيح ولا؟ في الوتيل 100000 تشيخ والناس الكل. باش تاكلوا البقرة صحيح، مش اللحم صحيح، أما لا غلط. مخلطة في الوتلة؟ ما نعرفش ما قلت شيء. حاول تفهم عاد أنت دبر راسك. اللحم غالي تو، اللحم الباهي غالي. فهمتني ولا؟ تمشي يقول لك صحن كسكسي بالعلوش ب 10000. تي اللحمة واحدة عند الزازار تعمل 15000. كسكسي بلاش والكسكسي واللي طيب بلاش والضو بلاش. ربي معاهم. جوست خلينا نسألوا شوية على الجودة نتاع اللحم، سمعنا تصريحات يقولوا أنه 30% من اللحم اللي قاعد يدور مريض، عندك فكرة؟ سمعتوا الحديث هذا، لكن تو بالنسبة لأي زازار تمشي له، يلزم عنده كيتونس اللي هو ذبح في البطواء، وتشوف اللحم هكا مطبوع. طبعا هذاك معدي عليه الفيترينير تبي زوز طبه في البطوار ومور 5 على 5. انه الحام تخاف منه الذبح العشوائي اللي مش في البطوار بالطبيعه. شو معنى عشوائي؟ في المقصوره ولا الفريجيدير؟ لازم تكون عنده هكا كيتونس. كيتونس كيتونس معدي عليه طبيب ومور 5 على 5. كل يوم ولا كل ذبيحه؟ كل ذبيحه هذا ناخذوه من البطوار بالطبيب ومور 5 على 5. ليش من طبيب يشوف البقرات زوز يشوفوها حيه ويعدوا عليها مذبوح؟ ملوش بقرة من فضلك عجل. عجل ايوا باش نبدو واضحين. هاو يفرق معناها بالطبيعة البقرة ب 10000 وهذا ب 30000. طبعا الناس تذبح في البقرة؟ ما نعرفش انا ماليش البقرة هنا اللي تذبحها اللي ما عادش صالحة، ما عادش تجيب الحليب، ما عادش تجيب الصغار، باش نلوحوها تمشي بطوار. تمشي بطوار بالطبيعة. لكن المواطن مثلا ما يفرقش بين العجول والبقرة. لا باين لحم البقرة يبدا مستصفر. يعرفوه معروف راه معروف لحم الشارف ولحم الطري معروف. مثلا نجيبوا الفيترينا لهنا تقول له راه هذاك شارف؟ تلقى اللي يبيعوا الشارف يبيعوا في اللحم رخيص، يقول لك خويا راه كاسح كيما تو في العروج، يقول يكتبوا باركوس وهي نعجه مريقله، يكتب باركوس هكا انت عارف علاش قاتل. علاش تلقى اللحم هذاك ب 25000 واللحم الاخر ب 38000؟ يعني واضحه الحكايه. كان عجبك رخصه معناها؟ ما نقولكش البقيه لا تطيش نفسه وهذيك هي وهي ماشيه. هكا فهمني السيد. اي بوبي لا تطيش نفسه، يعني طيش الشطر. تشري مثلا ب 25 تشتري الشطر وتكلف لك ب 45 ولا ب 40000. مش تكون غالي ومخشوشه؟ السوم الاصلي 40 دينار مثلا ولا 35؟ ما نقولوش ما فهمناش فهم. ايه ما نقولوش ما فهمناش فهم. وكل حد حسيبه موله. الضمير لهنا. كل انا قلت كل حد حسيبه موله، ربي هو اللي باش يحاسب. كيفاش نضمنوا انه ناخذوا سوم باهي وجوده باهي الزوز؟ لازمك تستحفظ على الكليون. انت كي تغشوا كليون نغشك انت ما زدتش ترجع لي. شوفني تلفت وجهك توالي. نستحفظ عليك لازمك تخدم جوده باهيه باش ديما يجيك خذا اليوم يجي غدوه يجي عينيك مغمضه تسالو شنو مشي طيب هو يقول لي مرمز نعرف شنو نعطيه يقول لي كسكسي نعرف شنو نعطيه شوربه نعرف شنو نعطيه فهمت امور واضح يعني عباره جاي لدارهم مش جاي لخوه كيما يحب يحسبها يحسب ماذا بينا نوصلوا ميساج للدوله تسيبوا شركه فرح شركه العبيدي للحوم هذو ما يجموا يجيبوا اللحم من برا على حسابهم هم الخاص يعاونوا الدوله بالعقل احنا في بلاد الفلاحه ما نجموش نربيو عجول وما نجموش نربيو البقره راهو قريت حتى تو باش يعملوا كوموند في اللحم امبورتاسيون راهي ما تخلطش تخلط كان بعد رمضان باش يدعموا رمضان ربي قتل الخيط حسب توقعاتك قداش يوصل اللحم في رمضان؟ ثم شكون قاعد يحارب على اللحم وعلى قفه المواطن احمد العميري سيد احمد العميري هو قاعد يدافع ويجري على المنظومه هذه ما تصنتوا حد وما دربي حد وما تكلموا حد. قلت لي
شفوت 40 في رمضان. 40 اي كمل على العون هذه ظل بشفوت 40 كلهم يزيد الحم. ما عادش تبيعوا كان يفوت 40 كلهم يزيد الحم عليه ما عادش نبيعوا كل قدير وقدر كل واحد شنو بياخذ. اللي كان ياخذ كيلو ولا ياخذ ظل. هنا وكشي وشي بالعظم يخشي من يخشي من مكسانيت قدي الحم يبقى في العمر غالي 51 دينار 40 دينار عليك شوية مبالاج ندخل المكسان تزدم كتلات كتلات بقرية هكي كتلات عجول خاب 51 دينار عليش مثال الشارولي ودنيا واحد أما عليش فيلي تلقاها 60 و 62 دينار ليه ما تفوتش 45 والزوالي يا حليلو يا حليلو والله مسكين الزوالي.